وبينهم بق وبينهم عذاب جاء وعريون ما معنا ولا حاجة. احنا الحين من مديرية حرب نزحنا الى حيران، وكما تشاهدون يعني ما حالتنا الاشش معنا اشش تابانة، وحالتنا ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. احنا من قرية المخازن، وكان معانا بيوت ومعانا مزارع ومعانا ما يكفينا وشد حالتنا. حين جاء حرب الحوثي هربنا، طرحنا البيوت على حوالها وطرحنا حقوقنا على حوالها، واصبحنا مشردين في مدينة حيران. هذا الخيم التي تشوفونها لا تنجينا من البرد ولا تنجينا من المطر ولا الريح القارس علينا، وحالتنا تعبانه.